ليس كل ما يصلك عبر وسائل التواصل تصغي له سمعا، ليس كل متحدث تنصت إليه، ليس كل من ينمق العبارة تستجيب له. الأمر دين، هذا مع ما فيه من ذهاب دينك فيه أيضا من ذهاب دنياك، ومع فيه من إفساد لمعتقدك فيه أيضا من الأفساد لمعيشتك. فينبغي على الإنسان أن يكون فطنا، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لمن تسمع، لمن تقرأ، لمن تنشر. فلا تكن معول هدم في مجتمعك وسبب من أسباب الاضطراب فيه، بل كن فطنا يقظا منتبها، عونا لولي أمرك فيما يقوم فيه أمر الدين وأمر الدنيا. وهذا الذي سار عليه سلف هذه الأمة، وهذا الذي كان عليه العلماء، وهذه الطريقة هي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فتنبهوا وتيقظوا، ولا تصغوا بأسماعكم لكل متحدث، ولا تحرككم كل عبارة، ولا تستهويكم كل مسألة أو كل جملة يقولها هؤلاء.